الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء لا يعلم الغيب إلا الله، وأي إنسان ادعى خلاف هذه الآية فهو جاهل، إلا أن الله عز وجل أخبر نبيه عن آخر الزمان. هذا العلم ليس من عند النبي، مما علمه الله. من هذه الأحاديث الدقيقة قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. يعني خمس ظواهر، خمس مؤشرات. هذه الظواهر والمؤشرات إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. يعني ممكن يكون في خطأ وفاحشة، أما أن يعلن بها. تعطى المرأة البغي وثيقة شهادة صحية، هذا الشيء واقع الآن في بعض البلاد الإسلامية، عاصمتها مركز الدعارة الغربي كان، بسم فضل الله الشيء انتهى. يعني قضية الفاحشة قضية خطيرة جدا. يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. يعني أوضح مثال الإيدز، هذا مرض أساسه الفاحشة في العالم. ولم ينقص المكيال والميزان، هذا الغش. أساليب الغش الآن لا تصدق. يعني ممكن نضع شريط ذهبي على القماش مع المكواة، هذا القماش صنع في بريطانيا، أغلى قماش، هو صنع في تايوان. الآن في وسائل الغش كبيرة جدا، بحث طويل. يعني ممكن واحد، بعرف واحد بالشام تمكن يصنع مادة غذائية أساسها الحليب من غير حليب، كلها مواد كيماوية. الغش متسع بشكل لا يتصور. إلا أخذوا بالسنين، نعم، ولم ينقصوا المكيال والميزان، هذا الغش. إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. يعني مثلا بعض المواد الغذائية أعرفها جيدا، يوضع مع المادة هي مادة مسلطنة اسبداج، يصبح لونها أبيضا، يرتفع سعرها، فإنسان بيصلي وعنده معمل يضيف المادة هي المسلطنة حتى يرتفع سعره ويربح بزيادة
مبالغ معينة. وسائل الغش صعب تصورها، لذلك حينما يتسع الغش تبديل صفات الشيء، والنبي قال ليس منا من غش. عند علماء الحديث أشد أنواع الردع القول النبوي ليس منا، لا ينتمي إلينا إطلاقا، ليس منا من غش، في من غش فليس منا. ليس منا من خبب عبدا على سيده، مو بطي شو بتاخذ الشهر بعطيك اكثر تعال عندي. ليس منا من خبب عبدا على سيده، ليس منا من خبب امراه على زوجها. ماذا قدم لك في العيد؟ اخوه بكره اخته لزوجها. ليس منا من فرق، افتحوا بكتب الاحاديث أو بالبحث بالإلكتروني، ليس منا شيء مخيف. ليس منا أحد أكبر أدوات الردع في الإسلام. إلا أخذوا بالسنين الجفاف، والآن الجفاف أكبر مصيبة، ومؤنة وشدة المؤنة وجور السلطان. فالجفاف شو دليله؟ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا نفتنهم فيه. معنى أيام الجفاف عقاب، وشدة المؤنة ارتفاع الأسعار وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. كنت أقول قديماً كلما قل ماء الحياة قل ماء السماء، وكلما رخص لحم النساء غلى لحم الضأن. وقد كان في محطات فضائية فيها تفلت كبير، وكلما اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة. كلما قل ماء الحياة قل ماء السماء، كلما رخص لحم النساء غلى لحم الضأن، كلما اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة. ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. ممكن ألوف المليارات الآن تصادر لقوة الكافر خوي. سمعتوا موضوع القانون جستا أو ما جستا؟ شيء مخيف، يعني كل واحد تضرر ب 11 أيلول بده يقاضي هالدولة هي مبالغ فلكية. في إذاعات بالمليارات، بألوف المليارات راحت كلها. سيدي الإسلام دقيق جدا. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيلوا ما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم. قليلة، مسلم يقاتل مسلم والعالم يتفرج. يعني أنا ما بصدق إنه ممكن الأمر دول العالم الكبرى تتفرج والإنسان يموت بلا سبب، موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه. هذا الواقع الآن، يعني هي مؤشرات النبي الكريم، شيء دقيق جدا. لذلك سيدنا سعد بن أبي وقاص بيقول ببعض أقواله: ثلاثة أنا فيهن رجل. ما معنى رجل؟ لا تعني أنه ذكر، لأنه ما كل ذكر برجل. كلمة رجل في الكتاب والسنة تعني بطل. لا طلع رجال، باللغة العامية طلع رجال،
ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. يقول هذا الصحابي الجليل: ما صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها، الصلاة مع الله، ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها، ولا سمعت حديثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. ما صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها، ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها، ولا سمعت حديثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. والله في أبحاث، بلد عادي مثل سوريا، يعني الدخل القومي لو دفعت زكاته ما بيبقى فقير. الزكاة مصممة ألا يبقى فقير أبدا. أصحاب الأموال لو دفعوا زكاة أموالهم فقط، هذا المبلغ يكفي لسد حاجة كل الفقراء. نعم. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم. كنت مرة بسويسرا، أبلغوني أنه أكبر إيداعات بنكية بالعالم بسويسرا. ما السبب؟ ما في اسم بالحسابات، في رقم، وهذا الرقم 55% من إيداعات البنوك بسويسرا لم يسأل عنها إنسان من 50 عام. فوات وضعوا الأموال باسمه، مات، قتل. أكبر دولة بالعالم مع إيداعات سويسرا. لذلك 55% من مجمل إيداعات الأموال بسويسرا لم يسأل عنها إنسان من 50 عام. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. الآن العالم يتفرج علينا جميعاً، مسلم يقتل مسلم بخمس بلاد معاً. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. الآن في ملاحظة: هذا الدين توقيفي، يعني من عند الله، من عند المطلق، ما في خطأ أبدا. فإذا أضفت عليه شيئا اتهمته بالنقص، وإذا حذفت منه شيئا اتهمته بالزيادة. أين التجديد في الدين؟ الدين لا يجدد، توقيفي من عند الله. أما التجديد في الخطاب الديني، أما الخطاب الديني يربي حاجة الناس، جزء من الخطاب يتجه إلى عقل الإنسان، شكراً، وجزء يتجه إلى قلبه وإلى جسمه. أنت داعية، بدك تربي إخوانك، بدك تعطيهم غذاء عقلي، إيديولوجي، فكري، فلسفي، منطلقات نظرية، سر وجوده، غاية وجوده، ما الموت، ماذا بعد الموت، البرزخ، يوم القيامة، الدنيا، الآخرة. هي لابد منها، هذا عقل.
بده الإنسان يغذي قلبه بالحب. الإنسان عقل يدرك غذاء العلم وقلب يحب غذاء الحب. مرة حكينا دكتور بالجامعة أستاذ علم نفس كبير، قال أي إنسان لا يجد حاجة إلى أن يحب أو إلى أن يحب ليس من بني البشر. يجب أن تحب الله، أن تحب الحقيقة. إلا محبة الله يتفرع عنا مئات بنود. محبة الله تعني محبة أنبيائه جميعاً ومحبة رسله جميعاً ومحبة الصحابة الكرام جميعاً من دون استثناء، محبة الصالحين، محبة الأعمال الخيرية، محبة المساجد، محبة أهل الحق، محبة الله أصل يتفرع عنا مئة بند. فلذلك إخواننا الكرام، الدين عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك. لما أنت بتوجه إخوانك يشتغل اليد العليا خير من اليد السفلى وبتغزيله عقله بالعلم وقلبه بالحب، نجحت الدعوة. أما إذا كان بس عقله، لذلك هناك تفوق وهناك تطرف. تطرف أن تكتفي بواحدة، معلومات معلومات أدلة وبعدين شيء ممل بعدين. طيب محبة وأشواق بدون معلومات؟ لا، بدنا نغذي عقلنا بالعلم وقلبنا بالحب. بدنا نفتح بيت، بدنا نأمن الدخل، بدي أتزوج، بدي أنجب أولاد، بدي أربيهم. فأي دعوة إلى الله تقصر عن الحاجات الثلاث، تغذية العقل بالعلم والقلب بالحب والجسم بالطعام والشراب، دعوة غير ناجحة. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لكم إيمانكم جميعاً وأهلكم وأولادكم وصحتكم ومالكم.